عن ميمونة بنت كردم أنها قالت حججت مع أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبي فقال إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح 50 شاة فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فقال لا. فقال أوفي بنذرك. فأتى بها فشردت واحدة فكان يقول اللهم أوفي عني نذري.